من يوم 24 27 اغسطس قدرنا نوصل امبارح للسيمي فاينلز بلعبتين مصريتين شهد الحسيني وحبيبة في ميزان تحت 29 وتحت 33. مصر ضمت امبارح ميداليتين برونزيتين. النهارده وصلنا للسيمي فاينل بيوسف منصور تحت ميزان 37 بنين. هنشوف الماتش بتاعه بعد ماتشين. شايفين عن الملعب قدامنا اول سيمي فاينل ما بين اوزبكستان اوميدخون في الهوجو الازرق وازيل زافير من تركيا في الهوجو الاحمر. بدات اول جوله ميزان تحت 47 بنات. تركيا طبعا من البنات المعروفة في التايكوندو وعلى طول بيتعمل لهم حساب في بطولات العالم، بيشاركوا في الأولمبيات وبيحققوا ميداليات كتير خصوصا في البنات. عدت اول 30 ثانيه من الجوله الاولى ولسه كل واحده بتعرف اللعيبه اللي قدامها بتلعب ايه. اللعب مقفول، الاثنين معتمدين على رجلهم اللي قدام بيزقوا او بيقابلوا باللي قدام. معانا علم تركيا جنب مدرب المنتخب التركي. طالب مدرب منتخب تركيا الفيديو بلاي من كل لكل مدرب حق ان هو يعترض على احتساب اي نقطه او قرارات معينه من الحكام. ليه كارت في كل مباراه يقدر يستعمله كذا مره اذا كان صحيح هنرجع له، لكن اذا اتسحب منه لطلب الحكام شايفينه غير صحيح بيقدر الحكم النص يسحب الكارت وما يقدرش يعترض طول المباراة. هو طبعا طالب 3 نقط يتسجلوا للعيبة التركية. هي فعلا قريبة بس زاوية تانية هتبينها اكتر. فعلا جت معانا الجماهير، طبعا كلهم شكلهم صغير، دي بطولة ناشئين من 12 سنة ل 14 سنة. ده أول عمر سني يقدر ينافس فيه لاعب التايكوندو في بطولات عالمية. تاني سن بيبقى فوق 14 سنة الجونيورز، وبعدين فوق 17 سنة السينيورز أو الكبار. لاعبتين مستنيين قرار الحكام على الترابيزة الرئيسية، بيعملوا فيديو بلاي من كل الزوايا يتأكدوا إن الضربة جت. قايم يدي القرار، فعلا الريكوست المدرب التركي صحيح وهيقوم الحكم النص ان هو يزود 3 نقط دلوقتي للاعيبه التركيه. تكون النتيجه 3-0 وفاضل 30 ثانيه على الجوله الاولى. هتحاول تعوض لاعيبه اوزبكستان تلعب اكتر شويه. برافو، سحبت وحطت بيك تشاجي حلوه قوي، بتحاول تاني جابت منها نقطتين. بيك تشاجي هي الضربة البيزك، ضربة الأمامية في التايكوندو. 5 ثواني على الجولة الأولى والفرق بسيط، نقطة واحدة، 3-2 لتركيا. رفعت رجليها تركيا تحت مستوى الهوجو، لازم تضرب بعدها، ولكن هي رفعت رجليها تحت مستوى الهوجو ونزلت بيها وفضلت واقفة، ده يعتبر إنذار. دي من القوانين الجديدة اللي زودها الاتحاد الدولي علشان يخلي اللعب أكتر، لأن اللعب في أولمبياد لندن 2012 كان اللعب مش كتير، اللعيبة عايزين يقفلوا اللعب ويبدأوا يرفعوا رجليهم تحت مستوى الهوجو أو يعملوا ايمينج أو يفضلوا زاقين في الهواء من غير ما ينزلوا رجليهم، فاللعب بقى أبطأ وما بقاش في لعب كتير زي زمان. فمن الاتمس ان يخلوا اللعب اكتر، ان ما ينفعش لاعب يرفع رجله وما يضربش بعدها او يفضل رفع رجله حتى لو فوق مستوى الهوجو اكتر من 3 ثواني. شفنا اعادات من الجولة الاولى والحكم النص دلوقتي دخل الملعب بيوجه كل لعيبة منهم تدخل مكانها عشان يبدأ الجولة التانية.
الاثنين طبعا هيحاولوا يلعبوا اكتر الجولة دي. وقف الحكم الماتش بيطلب من لاعب التركية تربط واقي الرجل او الشين جاردز كويس. انا شايف ان لاعبة اوزبكستان تحركاتها احسن، تتحرك بالجنب كويس، هي عارفة ان لاعبة تركيا رجلها اطول منها، فالحل انها تخرج بالجناب وتضرب. حاولت تلف، هو طبعا لف اوبشن كويس مع اللي بيعلق برجله قدام، بس هي طلعت من بره والزقه خلتها تقع واديتها انذار، فكده النتيجه 4-3 لتركيا. سحبت فعلا وحطت كويس قوي برجلها الشمال، بيك تشاجي بنقطتين 5-4. انذار للاعبه تركيا، حاول تقابل نار تشاجي لاعبه تركيا. انذار للاعبه اوزبكستان، الحكم شايف ان هي شدت قبل ما تضرب، تخرج بالجنب كويس بس لسه ما بتحطش اي ضربه. 6-5 لاوزبكستان. برافو، هي حاولت تعمل هوك برجلها اليمين بس ما كانتش مظبوطه، وانذار تاني علشان مسكت. 30 ثانيه على الجوله الثانيه. لاعبة اوزبكستان رجعت تلعب بزق يمين تاني، الاول كانت بتسحب تحط بيك تشاجي شمال وجابت منها 4 نقط، فهي لازم تعرف اللي هي جابت منه نقط وتحاول تعمله تاني بدل ما تغير وتجرب حاجة تاني من اول وجديد. انذار تالت ليها علشان مسكت. الجولة التانية خلصت، نتيجة 7 تركيا 6 اوزبكستان. وكل لاعبة رايحة للمدرب بتاعها تعرف ايه المطلوب منها في الجولة التالتة. لكل لاعب يبقى داخل بالمدرب بتاعه ودكتور المنتخب. نشوف محاولة لاعبة اوزبكستان انها تلف تيتشاجي مع دخلة لاعبة تركيا، بس كانت من بره وقعت وخدت انذار. ده الانذار اللي خدته من الثلاث انذارات، انها بتمسك غصب عنها، ساعات بتمسك رجل لاعبة تركية، وده طبعا من مخالفات في التايكوندو، ما ينفعش اي لاعب يمسك رجل الخصم اللي قدامه. اخر جولة دقيقة ونص على واحدة منهم تتأهل انها تنافس على الميدالية الذهبية او الفضية. رجعت تاني لعبة اوزبكستان تعمل اللي كانت بتعمله وتجيب منه نقط، انها بتسحب لورا مع زقة رجل البنت التركية وتحط بيك تشاجي اول ما رجل تركية تنزل. نحاول ما تخرجش بره عشان انذار كمان، وهتخلي فرق النقط نقطتين. الحكم طول ما هو واقف بيحاول يعد 10 ثواني في سره، لو لقى ان الخصمين واقفين مش بيلعبوا او بيلعبوا لعب سلبي بيبدا يوجههم او يقول فايت. لو فضلوا 5 ثواني كمان ما فيش لعب بيبدا يدي اللاعب الباسيف او اللي بيلعب لعب سلبي انذار. قدرت تجيب لعبه اوزبكستان بيك تشاجي بنقطتين، ولكن حصلتها لعبه تركيا وجابت نقطتين كمان ببيك تشاجي او ضربة امامية. لسه الفرق نقطة، 15 ثانية على الجولة التالتة. لعبة اوزبكستان المفروض تهدى وتفكر قبل ما تدخل ويتاخد منها نقط اكتر. 5 ثواني، تحاول برضو بيك تشاجي من تحت بس رجلها واطية ومش جاية في الهوجو. خلصت الجولة التالتة وبكده تركيا تأهلت للفاينل وضمنت اوزبكستان ميدالية البرونزية.
متضايقة طبعا انها اخر ماتش طلع خسرانة، بس يعني هي ما حاولتش تعوض كفاية في الجولة الثالثة، كانت واقفة ومستسلمة للنتيجة. بيستعد وراهم تاني سامي فاينل نفس الميزان، هنشوف ماريا كلارا من البرازيل، شفناها الماتش اللي فات كانت كويسة جدا، مع سلطاني غزال من إيران، وادي محاولات اللعبة من أوزبكستان انها بتضرب بيكتشاج يمين من تحت رجل اللعبة التركية، جابتها كذا مرة لكن كذا مرة كانت رجلها واطية وما بجيش في الهوجو بطريقة صحيحة.